قام الله تمام سليم عاوز خش يلا خش خش شفيك هذا يا عمي اللي كل يوم يطق فيني بالعقال يا عمي شفته ادبه يا عمي الله يطول عمرك هذا ولد اخوك طلع مثلك مجنون كفو 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 ها لا لا انا ما اقدر عليه انا يرفع علي العقال انت ما يرفع عليك العقال راح ابوي راح القط دايلك راح ادب النوري وياه راح بسم الله عليك راح ادبهم كل يوم طق كل يوم طق في عمك بالعقال بالعقال كل يوم اي 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 كفو كل يوم بالعقال شغل فيني خلي يجي لي ادبك اي كفو طلعت على عمك عطى العصا عطى اي تعال عمي تعال حبيبي تعال شوف بعد ذا النوري ذا ما مسوي فيني يسوى راح اسرع اي كفو عمي كل يوم طق فيني كل يوم طق الله رزقني بواحد صغير ويادب يجي ياخذ حقي اي والله تعال امي تروح عمي تعال لا تطق الضيوف تفشلنا تعال مجنون ترى عم ما مجنون بابا خلاص الله يعطيك العافية يا عمي مشكور حبيبي مرسلم مشكور يا حبيبي مشكور أشهد أنك محزم إيه تتيتا إيه الله يعطيك العافية استريح الله يعطيك العافية استريح ما نبقى ما بخر عني شفيك عندك كل يوم بجيب معاي المزرعة كل يوم بجيب معاي المزرعة وإذا ما جيت هو يجي عني إذا ما جيت أنا المزرعة خلاص استريح عمي استريح بيض الله وجهك استريح لا تتعب خلك طاقة حق بكرة خلي شوي حق بكرة بس أنا في رجال يبي يتفاهم معاك فقلت بطلعك من يم الجماعة عشان بس عن الإحراج بس صح. في رجال يبي يتفاهم وياك تعال يا عمي تعال يا حبيبي تعال هذا اللي يجلد في عمك كل يوم ده اي راح عمي راح ابوي راح انا مو بجاي احيلكم انا ماكليني كل يوم طق تطقون فيني بالعقال جاك عندك جوالد اخوي ايش طلعهم اصبر 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 اشوف الدجاجة
والله ما شاء الله شرازي افضل نوع. شرازي احنا بنشوف الشرازي كيف يجي رواسي. ايه بسألك ايه الحين الدجاجه هذه إيه انتوا تربينها عندكم؟ مربيها وهي صغير يوم انها كانت صوص صغيره يوم كبر بيق 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 قد كبيره. ايه هذا هذا خلاص ماني هذا بريد بريد. شنو تبي شنو تبي؟ عطى بيض عطى عطى يا اخي عطى بيض يا اخي يقول بريد يقول بريد بريد. طيب اكله خليها بريد ولا بريد؟ كفو كفو والله انك كفو. تقول عطى الموال عطى الموال اقدره الطيب ده يا الهتيل. زعجنا زعجنا وان وان والله زعجنا. ما زعجنا عمري صار حمام الدوحة حمام الدوحة حمام الدوحة يا بعد وش مالك تقول يا اخي والله اني احبكم واحب اجانبكم والله. لا لا خلاص الامور طيبه ابو ابراهيم استاذ انا محتاج تعبان انا طب انت عطني شوف ما تستاهل ليه بوسه كذا يتمنونها اه ما يتمناها الا 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 ولدك الصغير بس ما حد يتمنى غيره هذا اهم شيء ولا الله وجهك شيخ ما شاء الله شوف هذا وجهك هذا ذخوبة شبه له وهنا بعد واحد شبه له وهنا شبه ما شاء الله رسم كلهم بيض ما شاء الله أي عيادهم اثنين أربعاتكم رايحين أربعاتكم أنت كلنا الدكتور واحد يعني أنت سويت إعلان وسوى ضرس إخوانك يوم لا انا سويت بفلوس واعلان. ايه هو سوى باعلان باعلان ايوه اخوي ذاك بفلوس وين هذا؟ ايه بفلوس واجه مسكين بغير هذاك هذاك بفلوس وذاك بفلوس ايوه اللهم انت اعلان بس اعلان وفلوس لا اعلان والله اعلان وفلوس دفعت انا ليش ذاك بفلوس اعلان بس؟ لان الدكتوره يعني كويسه مره قالت ابغى اعلان بس واعلان خليها منك خليها منك خليها منك ايه بس ايه الحين الدجاجة هذه انتوا مربينها عندكم؟ مربيها وهي صغير يوم انها كانت صوص صغيرة يوم كبر بيق 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 قد كبيرة ايه هذا هذا خلاص ماني هذا بريد بريد شنو تبي شنو تبي؟ عطى بيض عطى بيض عطى بيض يا بريد يقول بريد يقول بريد يقول بريد طيب بيض بيض بريد ولا بيض يا ابي بيض عطوه عندنا بيض كلها طيور صدق دجاجه يا ابي عطى من هنا الدجاجه لا تبيعها ب 200 الواحده عشان ما يعضونك ابيعهم ب 100 بس لكن ب 50